السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن زيارتي الثانية للقدس، وكان هذا في حوالي أغسطس سبتمبر عام 1997، ودي كانت سنين السلام والأمن والرخاء بعد مؤتمر أوسلو والسلام اللي مضى زعيم الراحل ياسر عرفات مع الحكومة الإسرائيلية والحكومات الأخرى. كان ذهابي للقدس في هذه المرة هو لاستكشاف كيف نفتح مكتب في فلسطين، خاصة أن كان العمل الإغاثة الإسلامية لا تعمل فلسطين إلى هذا الأمر إلى هذا الوقت، خاصة بعد ما كان جميع الجمعيات الخيرية الفلسطينية ترجون أنهم فقط هم الذين يعملون في قضية فلسطين. ولما ازداد الرقعة على الراقع، اتجهنا نحن كمؤسسة اسمها الإغاثة الإسلامية كي نرى كيف نعمل في الداخل الفلسطيني. ذهبت بدعوة من مؤسسة الشرق الأدنى الأمريكية، وطبعا ركبت الطيارة، وكانت رحلة على طائرة العال في هذا الوقت، ولم أدري كيف وضعت في كرسي، هو كان آخر كرسي في الطيارة جنب الحمامات، طبعا كلكم عارفين الكرسي ده. فأنا طبعا كان عندي لحية عادة يعني في هذا الوقت، وأردت أن أصلي صلاة الظهر والعصر جمعا، فكان الناس ينظرون إلي شزرا يعني خوفا من أن أكون أحد الإرهابيين. وانتهى الأمر بأن نزلت في مطار في تل أبيب، وطبعا استقبلت بحفلة جميلة جدا من رجال الأمن، تفتيش الذاتي وإن تذهب إلى آخره، شيء عادي جدا 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 جدا، وبالرغم من السلام والرخاء والأمن وكل الحاجات دي كلها. الحفلة الاستقبال دي استمرت لمدة ساعة أو ساعتين، بعدها خرجت وذهبت للمكان الإقامة اللي هكون فيه في القدس، واللقاء تاني يوم مع جمعية الشرق الأدنى الأمريكية. طبعا الامر في الوقت ده كان سهل، يعني الدنيا ربيع وفي علاقات كويسه وفي شيء من الوعود من كل الدول العالم. يعني بعد كده هو بعد ما التقيت بالجمعيه في القدس، فذهبت عشان ازور مقر الجمعيه في غزه واتعرف على غزه واشوف غزه وازورها لاول مره في هذا العام، وعلشان أسجل الإغاثة داخل غزة داخل أطار السلطة الفلسطينية. طبعا المسافة بين غزة وبين القدس يعني بسيطة جدا، يمكن ساعتك تخلق أكتر من ساعتين ثلاثة أربعة لكثرة نقاط التفتيش، خاصة ونحن نتمتع بالسلام. كان في غزة في الوقت ده شيء مهم جدا جدا جدا، وهو الروح اللي انت بتلاقيها في غزة، الحب، الحنان، التضامن، الأخوة، الإصرار على الحياة، عدم قبول الواقع المر لشظف العيش في غزة إلى آخره إلى آخره. طبعا البحر الأبيض المتوسط قدامنا جميل كسجاد أزرق نتمتع برؤيته كل يوم. طبعا تعرفت على لجنة الزكاة في غزة، وكانوا ناس نبلاء كرماء يعني، وأكرموني أشد الكرم في الإقامة بتاعتي هناك، وتعرفت على الجمعية بتاعت اللي هي الشرق الأدنى، وتكلمت معهم ورتبت لقاء مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية هناك وجلست معهم. فكان اللقاء يعني صادح وصريح. فقال لي أحد المسؤولين هناك في ذلك الوقت، قال لي أنتوا جايين هنا تشتغلوا من فوق الترابيزة ولا من تحت الترابيزة؟ فرديت عليه بمنتهى الوضوح والقوه، قلت له شوف، لو انا جاي اشتغل من تحت ترابيزه ما كنتش جيت لك، كنت قعدت في مكاننا واشتغلت من تحت ترابيزه. انا جاي هنا هو من فوق الترابيزه وامامك ومش من خلفك، وهشتغل يعني هشتغل يعني هشتغل. فحبوا انهم يضعوا بعض المسؤولين منهم داخل اللجنه الاغاثه الاسلاميه احنا عايزين نسجلها. فطبعا انا رفضت لان مفيش تسييس لعمل المؤسسه من اول يوم. وقلت له اسمع، ان اردتم ان تفعلوا هذا فالعالم كله مليء بالمشاكل ومليء بالمصائب ومليء بكل هذه الاشياء، وممكن احنا ناخد اموالنا ونذهب في اي مكان
نعمل فيه، لكن تتدخل وتقول من يكون في مجلس إدارة الجمعية في غزة هذا مرفوض مرفوض مرفوض. قلنا له احنا عايزك تعاملنا زي ما انت بتعامل مؤسسة اللي هي الشرق الأدنى الأمريكية، ان يكون مسؤول الإغاثة او مسؤول المؤسسة هو مدير المؤسسة، هو المسؤول الرسمي امامكم، ما فيش مجلس إدارة زيهم ده. وفي الحمد لله وافقوا على هذا، وقضيت في غزة مجموعة من الأيام ما بين الحواديت اللي كنا بنسمعها، ما بين شوارع وحوادث غزة، ما بين الزيارات لمعسكرات في غزة، معسكر جباليا والمعسكرات الأخرى، وشفنا إن إزاي الأسرة الفلسطينية تعيش في غرفة واحدة قد يكون فيها أب وأم وخمسة أو ستة أو سبع أطفال من الشباب والشابات، ولكنهم ما زالوا محافظين على قيمهم وأخلاقهم العربية والإسلامية. ما زال الشوارع داخل المخيمات دي هي مش شوارع، هي ممرات، ممرات بين البيوت، كل ممر بين بيت وبيت واللي بناه الفلسطينيين داخل المخيمات يعتبر متر أو مترين على الكثير جدا 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 جدا. كانت دي شكل غزة، كانت دي شكل غزة اللي أنا كنت بتخيلها في التلفزيونات والأخبار إلى آخره، خاصة لما كان الانتفاضة بدأت في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي. انتهت زيارتنا لغزة ورجعت بعد كده هو للقدس. قبل ما رحت القدس رحت زرت نابلس بردك، زرت اللي هو لجنة الزكاة في نابلس، وأهل نابلس بردك ناس كرام وناس طيبين وناس عندهم رؤية كذلك. يعني الشعب الفلسطيني شعب مقدام، شعب رائد، شعب ذو مبادرات، شعب ذو إبداع، وخاصة الشعب الفلسطيني داخل مناطق الاحتلال سواء كانت في غزة أو غير غزة إن شاء الله. القصة الأخيرة، جزء من القصة الأخيرة بقى القدس. قلت المرة دي بقى بركات القدس هاخدها كلها، وكرامات القدس حاول أتحاشاها علشان ما يعملش فيها زي ما عمل المرة اللي فاتت. عملت إيه؟ قلت أنا حبيت في القدس والمسجد الأقصى، هروح اصلي فيه صلاة الفجر، وهاخد التاكسي مباشرة من المسجد الأقصى إلى المطار. رتبت نفسي ورحت بالتاكسي ودخلت المسجد، والحمد لله صليت صلاة الفجر جماعة، والحمد لله كل شيء على ما يرام. بس أنا قلت بقى يعني أتاني شيطاني وقال لي الحق أخرج بسرعة وسيبك بقى من التسبيح وختم الصلاة وعلشان تلحق الطيارة وتلحق تروح المطار في تل أبيب. فقلت طيب، فما جلستش أكمل اللي هو ختم الصلاة اللي هو التسبيح والصلاة والصلاة عنه بسرعة صحيح. وخرجت بسرعة علشان أجد المكان، وتيجي كرامة أخرى للمسجد الأقصى، يعني وله كرامات، وكأنه بيقول لي تاني يا معلم، مش كنت أنت عندي هنا من كم شهر وشفت كرامتي وبيتك في الشارع؟ المرة دي بقى حصل ايه؟ المرة دي حصل وانا خارج اصبت باسهال غير عادي لم ادري لماذا، وقعدت تايه ما بين اللي هو الممرات في المسجد الاقصى ما بين البوابات بتاعته عشان الاقي حمام في هذا الوقت، يمكن بتاع ربع ساعة او اكتر من ربع ساعة، واروح يمين وشمال ويمين وشمال. قلت بقى خلاص الطيارة ضيعة ونرجع ناخد تذكرة تانية، لغاية ما لقيت حمام ودخلت وربنا اكرمني في الحمام وقضيت حاجتي وخرجت. ادور بقى على البوابة اللي قدامها اللي هو العربية ما لقيهاش، وده كمان ربع ساعة وثلاث ساعة تانية. قلت خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان، وانا رايح خلاص اروح في المطار هناك متأخر ومش راحت علي الطيارة مرة اخرى، وانا اسف يا مسجد يا اقصى ان كلمتك المره دي علشان انا ما اتعلمتش من الدرس اللي فات، والمره دي انت كرامتك انها ما قعدتش انا اجلس لغايه ما اختم الصلاه. المهم خرجت لقيت في العربيه وطبعا قلت للراجل ده بسرعه، وسائل الراجل الفلسطيني جزاه الله خير الى وصلنا للمطار، وطبعا استقبلت باستقبال حافل في المطار، تفتيش ذاتي الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره، لكن الحمد لله استطعت ان انا اخد الطائرة وارجع مرة اخرى. هنا في المكان ده لابد ان نحترم، في المسجد الاقصى بالذات لابد ان نحترم كينونة المسجد الاقصى الذي يقول رسالة واحدة، وهي لماذا العجلة؟
أنت تأتي الآن وقد لا تأتي فيما بعد. صدق المسجد الأقصى في أحاسيسه بالنسبة لي في الزيارة الأولى وفي الزيارة الثانية. فإذا زرنا مثل هذه الأماكن لا نتعجل لا نتعجل لا نتعجل لا نتعجل فراقها، لأنها تئن على الزائرين وتئن من قطر من قلة الزائرين. فلذلك أرجوكم أرجوكم يكون خلقنا مع المسجد الأقصى وعن المسجد النبوي الشريف وعن الحرم المكي الشريف أننا لا نتعجل في فراق هذه الأماكن التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا ذخرا في هذه الدنيا. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.